المتحدثون في الندوة الطبية التي أقيمت في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز الأحد الماضي تحت عنوان الطب الخاص بين الهوى والميثاق، قالوا أن 80% من الأخطاء الطبية تقع في مستشفيات القطاع الخاص و20% في المستشفيات الحكومية، وقالوا أن عدد الأسرة المتاحة حاليا هو في السعودية يقل عن المعدل العالمي وهو 7.3 سرير لكل 1000 نسمة. ما رأيك في هذه المعلومات ولماذا تكثر الأخطاء في القطاع الخاص دون المستشفيات الحكومية؟ والله طبعا هذه النسبة هم ذكروها، بس ما أدري مدى يعني صحتها. طبعا القطاع الخاص مكشوف للإعلام أكثر من القطاع الحكومي. أنا أعتقد أنه في بتوجد مضاعفات وأخطاء في المستشفيات الحكومية مثلها مثل المستشفيات الخاصة، بس احتمال يمكن نوعية الأطباء بيكون اختيارهم بمستوى أعلى في بعض المستشفيات الحكومية، فالأخطاء بتكون أقل. ولكن أنا أعتقد أنه الأخطاء موجودة في الاثنين، ولكن المستشفيات الخاصة مكشوفة للإعلام أكثر من المستشفيات الحكومية، فهذه ليش النسبة بتكون أو ظاهرة على الأقل للمجتمع أنها أكثر في القطاع الخاص. القطاع الخاص بيخدم برضو المجتمع كما القطاع الحكومي، فيعني نعم. حرام نظلم القطاع الخاص كمان. نعم، يعني هذا رأي حيادي وأنت يعني تحت مظلة مؤسسة حكومية يحسب لك عموما. دكتور هيثم، معي على الهاتف الحقيقة الأستاذ المحامي خالد أبو راشد، أهلا وسهلا بك. قال وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيع خلال ندوة الأخطاء الطبية أن الأخطاء الطبية رغم الإشاعات إلا أنها لا تتعدى نسب الأخطاء الطبية بباقي الدول بحسب التقديرات العالمية، وقال إذا وجد خطأ هناك نظام دقيق للتعامل معه من الناحية الطبية والقضائية، والوزارة متقيدة بهذه الأنظمة المستقاة من أنظمة مهنية عالمية. أولا، يعني هل ترى أن هناك نظام قانوني واضح للتعامل مع الأخطاء الطبية كما يقول وزير ربيعة، وهل هذه الأنظمة يعني مفعلة ومنظمة وأيضا منظمة ومنظمة؟ نعم، أول شيء مساء الخير عليك أستاذ علي وضيوف الكرام. مساء النور. حقيقة نعم يوجد نظام قانوني واضح ولكن ضعيف. في فرق بين واضح وبين ضعيف، بمعنى لما آتي أنا للوائح في العقوبات الطبية ويكون أقصاها الدية وهي 100,000 أو 120,000 ريال وغرامة، فهنا تكمن المشكلة. بمعنى أنه أنا لما أكون عندي مستشفى تجاري كبير ودخله ما شاء الله تبارك الله كبير جدا، ولما أعرف أنه أقصى عقوبة هي الدية والغرامة، إذن هذه العقوبات لما تكون ضعيفة بتكون غير مؤثرة. نعم في لوائح، نعم في قوانين، ولكن لما يكون أقصاها هذا هو السقف فهذا السقف ضعيف جدا. يفترض أن تكون العقوبات تتلائم مع حياة إنسان. لابد أن نفرق بين الخطأ الطبي وبين الإهمال الطبي. الخطأ الطبي اللي هو أثناء العملية، نعم أتفق ما في إنسان معصوم من الخطأ، وتكون عقوبات طبعا منطقية ومقبولة لأطباءنا. لكن إذا تحدثنا عن التقصير، وإذا تحدثنا عن الإهمال الطبي، وإذا تحدثنا عن عدم مراعاة الشروط الصحية في غرف العمليات وفي المستشفيات، وإذا تحدثنا عن تشغيل ممارسين لمهنة الطب بدون ما يحصل على تراخيص، هنا تكمن الجريمة. فهل يعقل أنه أكون أتسبب في وفاة حياة إنسان بسبب إهمال وليس بسبب خطأ طبي فتكون العقوبة غرامة أو دية؟ نعم، هنا الجزئية اللي احنا نعم. دكتور خالد بتفعيلها او تعديلها. نعم دكتور خالد، ناقشنا مره من المرات وهذه يعني الحاله تابعتها انا شخصيا بدقه في كثير من مراحلها. سيده في احدى المستشفيات الحكوميه كان عندها مشكله في الامعاء، ذهبت الى طبيب ظهر قلب الرحم واستأصل شيء في الارحام، لا اذكر ما هو الان، ولكن هي كانت في عمر صغير يعني في العشرينات. هذا الأمر يعني أدى إلى انعكاسات، وهي أول شيء عدم قدرتها بعد أن تزوج على الإنجاب، وأيضا الشيخوخة المبكرة.
بمعنى أنه تساقط في الشعر، نحول في الجسد، كثير أمور. ذهبت الحقيقة للمحكمة الشرعية الطبية، وكان ممثل القضاء فيها قال أنت ليش ما تزوجتي للحين، يعني كأنه السبب أنه ليش ما تزوجت، هذا واحد. الشيء الثاني أنه عوضوها مبدئيا ب5000، ثم راجعت وصلت التعويض 50,000 ريال. تخيل 50,000 ريال، هل هي تعوضها عن ماذا؟ عن يعني عن شبابها، عن وأدها يعني وأد هذا الخطأ لحلم الأمومة لديها، عن إعراض من يرغب في الزواج منها عنها، يعني ماذا يعني هذا المبلغ؟ يعني هل هو منطقي؟ يعني لماذا نذهب إلى أنه إلى الحالة إلى نتعامل كأنه جزء معين في الجسم ذهب، ولا نفكر في الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لمثل هذه الأخطاء؟ لذلك أستاذ علي أتفق معك في الجزئية هذه، والعكس أيضا صحيح. 50,000 ريال غرامة على من؟ أزيدك من الشهر بيت إنها ممكن تقسم، يعني مثلا الممرضة تتحمل جزء، والطبيب مثلا الرأي المعالج يتحمل جزء، والطبيب المساعد يتحمل جزء، يعني حتى هذا المبلغ يجزأ. وبالتالي أنا لو صاحب مستشفى وهكذا عقوبات ضعيفة كغرامات وأقصى هدية، لن أكون دقيق، لن أكون حريص جدا، لأن العقوبة ضعيفة. لكن لو تفاعلت العقوبة بالشكل الصحيح والمتناسب في ذلك الوقت، كل المسؤولين في المستشفيات حيكونوا حريصين تماما، لأن هنالك عقوبة رادعة. فإحنا اللي بنطالب فيه فعلا ليس تفعيل، ولكن تعديل وتصحيح وزيادة حد العقوبات حتى تكون العقوبة رادعة، وحتى تثمر بالأهداف المطلوبة. لكن بكل أمانة إلى الآن العقوبات غير رادعة على الإطلاق. طيب، يعني أيضا أسألك بس عشان نبغى نوصل للدقة، أبغى أفهم أنا الأخطاء والتعويضات كيف تتم. يعني هل تختلف التعويضات المقدرة في حال فقد المريض بصره، أو أصيب بالشلل، أو فقد أحد أطرافه، أو تعطل جزء من جسمه؟ هل سيتم تقييم كل عضو على حدة، أم أن قيمة الأعضاء كلها واحدة من الناحية المالية؟ لا، هو طبعا ما يسمى عندنا في الشريعة الإسلامية بالإرش، يعني اليد لها مبلغ، العين لها مبلغ، مثلا القدم لها مبلغ، وهكذا. تمام، طيب، هذه قواعد شرعية، لا يعني ما فيها نقاش ولا فيها جدال، جميل جدا. لكن أيضا شريعتنا الإسلامية لم تمنع أن تكون هنالك عقوبات أخرى على المهمل، هذه دية أو هذا إرش، جميل جدا. لكن لا يوجد ما يمنع أن تكون هنالك عقوبات بالإيقاف، أن تكون هنالك عقوبات بالسجن للمهمل وللمقصر، وهذا موجود. طيب، الآن اللي بيقود سيارة بشكل سريع ويؤدي إلى دهس إنسان بيدفع دية وبيسجن. ليش بيسجن؟ لأنه خالف أنظمة المرور، ومثلا السرعة كانت زايدة عن الحد فيسجن. طب أيضا اللي بيخالف أنظمة اللوائح الطبية لماذا لا يسجن إذا أدى مخالفته إلى وفاة إنسان؟ يعني معمولة. نعم، فإحنا نبغى نفعلها بس نوسعها. طيب أستاذ خالد، هناك قانونيون يعني ينادون بضرورة إنشاء محاكم طبية متخصصة شانها شان المحاكم التجارية المرورية الإدارية، وذلك الفصل العاجل في قضايا الأخطاء الطبية. هل ترى ضرورة لهذه المحاكم، أم ترى أن تفعيل عمل اللجان الطبية الشرعية في وزارة الصحة حاليا هو 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 الأهم وهو الأصح؟ يعني هو طبعا مبدئيا التفعيل بيكون أفضل، لأنه أيضا أنا أبرر لما أقعد سنة أمام اللجنة الطبية الشرعية، هذا كثير. فإحنا لو تكون هنالك عدة لجان من باب التفعيل والتسريع إلى أن تكون طيب هنالك محاكم متخصصة. طيب أستاذ خالد، القضايا الطبية أكثر. عمر القضايا الطبية في المحاكم بحكم خبرتك كم المعدل؟ يعني لا تقل عن سنة، لا تقل عن سنة، لأنه أنت بتكون هنالك جلسات، وما بين كل جلسة وجلسة أسابيع أو أشهر، وبيكون هنالك عدة أطراف، فريق طبي بالكامل، ويحق لكل فرد من أفراد أو طيب لكل طرف من في أطراف في وسطكم. نعم، وبالتالي بتأخذ سنة. في جزئية مهمة، أحب أوضح لك هي لسادة المشاهدين. قرار اللجنة الطبية ليس بنهائي. يعني لو جلسنا سنة كاملة واللجنة الطبية أصدرت قرارها، من حق أي طرف أن يتظلم أمام ديوان المظالم على هذا القرار. وبالتالي نحن نستغرق سنة في اللجنة الطبية، ثم سنة أخرى في ديوان المظالم حتى يصدر الحكم النهائي. يعني سالفة طويلة. طيب، يعني أستاذ خالد، اليوم أو صار اجتماعات في الأيام اللي راحت مع وزراء، وكان في تحميل للإعلام أنه يهول المواضيع، أن الأمور يعني الإعلام يهولها كثير وهي أقل مما يقال أو يكتب أو ينشر أو
يتحدث عنه في 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 في, في, في التلفزيون او في الصحافه. انت بحكم يعني وجودك في الوسط القانوني، قضايا الاخطاء الطبيه هل هي قضايا كبيره ويعني يتقدم لكم ناس من اجل توكيلكم للترافع في في مثل هذه القضايا؟ يمكن لي وجهه نظر او راي مختلف عن التوصيات اللي صدروا بها. لا يوجد تهويل، الاعلام بيكشف الاخطاء الطبيه وبيناقشها، بيضع المساحه على الحياه لجميع الاطراف انهم يوضحوا وجهه نظرهم، بيطلع المجتمع على ما يحصل من اخطاء طبيه. فانه مساله تهويل، لا يوجد تهويل. قد تكون هنالك مثلا عدم دقه في بعض المعلومات، عدم دقه مثلا في بعض الطرح، لكن تهويل لا، ليس تهويل. وانا في رايي ان الاعلام له دور ايجابي في كشف الاخطاء الطبيه للمجتمع وتوعيه المجتمع والمناقشه اللي بتحصل، هذا كله دور ايجابي 100%. نعم.